السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو نزولا عند طلب العديد من المتابعين، حيت كنت درت واحد الفيديو فيه الأثمنة ديال جميع اكسسوارات الدراجة الهوائية. هو غيبا يكون عندكم في لا ديسكريبسيون، وطلبوني الناس ندير الأثمنة ديال البيكالات. إذا على بركة الله غادي نبداو بلونتري دكام الاس تي 50 اللي الثمن ديالها 2999 درهم، كتجيب روايد 26، لامورتيسور ديالها 80 مليمتر ديال الديباطمون، والفيتاسات فيها 3 البلاطوات واللور الكاسيطة ديال 7 يعني 21 فيتاس، والفران القدام واللور باتانات. هادي هي الاس تي 50. موراها غادي نطلعو درجة وحدة الاس تي 100. الاس تي 100 تقريبا لاكونفيك ديالها بحال ديال الاس تي 50، تكون حسن منها شوية في الكادر خفيف، ولكن حتى هي فيها الباتانات، فيها 21 سرعة، وفيها نفس الفورج يعني 80 مليمتر. الفرق لافونتاج ديال الاس تي 100 هو الروايد. الروايد عندها 27 اونص. الاخوان اي واحد مشى تقدا في كومبيكالا من ديكاتلون ضروري يعاودها في المونتاج، حيت كيكونوا شحال من حاجه ما مزيراش، الفيسات ما مزيرينش، الكروات الى اخره، السلسله بعض المرات كتكون طويله كيخصها تنقص، يعني ما يعولش على المونتاج ديالهم. الاستميارة فيها الجري وفيها الخضر وفيها واحد اللون واحد اخر الابيض كنظن. الثمن ديالها راه 3400 درهم. ها هو اللون الابيض اللي قلت لكم الاخوان. الفورج ديالها راه فيه الريغلاج ديال البوا، يعني فاش كيكون الانسان ثقيل كيقد يزير لامورتيسور صح والعكس صحيح، كيكون في الجهه اليمنى ديال الفورج. هو كيبان لكم والفران تاعي ربطانات. نورمالمون فوق الاس تي 100 غادي خصنا نلقاو الاس تي 520، ولكن ما لقيتهاش. دابا نعطيكم المعلومات عليها من بعد في الاخر الفيديو. غادي ندوزو دابا الاس تي 530. الاس تي 530 فيها روايد 27 ونص، عندها لامورتيسور زايد على الاس تي 100، فيه 100 مليمتر ديال الديباطمون. وهاد العام هذا لا نوفوتي انهم جايبينها بمونو بلاطو، يعني القدام فيها بلاطو واحد واللور فيها 9 سرعات يعني 1.9، وفيها فرانات ديسك ديال الزيت ماشي كاب. الاس تي 530 الثمن ديالها راه 5499، 5500 درهم. الاخوان في هذا الفيديو انا ما غنناقش الاثمنه ديالهم واش مزيانين ولا غاليين الى اخره. انا الدور ديالي هو انك بحال دخلتي لديكاطلون وتساريتي على رجليك وشفتي كل شيء لعينك، هذا هو الهدف من الفيديو ديالي. هادي فيها الريكلاج ديال الوزن ولكن ما مركبينهاش. المونوبلاطو باش كيقلدوا الماركات الكبار اللي تاهما كلشي ولا داير المونوبلاطو. هادي بيكالا ديال المدينه ايلوبس دايره شي 2400 درهم. كان هنا واحد الفيلو بليابل فيه روايد 20، فرانات باتانات، و 7 الفيتاسات، بلاطو واحد. من غير هاد الفيلو ايلوبس كاين واحد الفيلو خور دو فيل اللي هو سميتو الريفرسايد. هاد الايلوبس دايره 3000 درهم، حيت كيتبدلو لي بري على حساب العمارة ديالها. هادي هي الريفرسايد. الريفرسايد دايره 2800 درهم، ولكن راه ابتداء من 2800 درهم، حيت كاينه لي 100 امورتيسور، كاينه لي 100 فران ديسك غير باتيرات الى اخره. بحال هادي، هادي ما فيهاش لامورتيسور وفيها فران باتير. بالنسبه للايلوبس كاين واحد لاغام ديالها فيها واحد اللون زوين، هو غادي يبان لكم دابا. فيلو دفيل ها هو، فيه هاد لاكولور خطيره ديال البحر. هادي ديال الدوران في الكورنيش، جاو مع داك اللون قهوي خطير. هاد السوبور هذا راني شريته الاخوان وصورت ريفيو عليه، كيفاش التركيب ديالو، كيفاش الاستعمال ديالو الى اخره.
راه عاد غادي نمونطيه ان شاء الله ونلوحو لكم من بعد واحد 3 ايام ولا 4 ايام في لاشين. لهذا ابونيفو وفعلوا الجرس. غادي ندوزو لفيلو دروت، مع العلم انه ماشي الاختصاص ديالي، يعني غنعطيكم معلومات سطحيه والسلام. ارخص وحده هي الارسيميا تريبون، فيها فرانات بتانات وفيها الفيتاسات 7، يعني قدامها بلاطو واحد اللور 7 ديال 7 في الكاسيطه. هادي لونتري دكام ديال لي فيلو دروت عند ديكاتلون. فوق منها الRS120، زايدة عليها باش زايدة عليها بالفيتاسات، فيها 2 في 8 وفيها الفرانات كابل ديال الديسك، ولكن كابل. هادي هي الRS100. الRS100 راه دايرة 6499، ولكن كنظن هادي اللي هنا عندها الفورج كربون على ما بان ليا. فوق منها كاين الRS500، الRS500 راه دايرة تقريبا 9000 درهم، فيها حتى هي فران كابل ولكن عندها الفورج كربون. هو كيبان بحال الكربون، مع خفت لي يكونوا دايرين لي غير فينيسيون مزوقين، ولكن انا قلت زعما فيكو الثمن وصل 9000 درهم خصو يكون كربون. الوزن ديالها راه ناقص على اللي تحت منها بزاف، وفيها فرانات ديسك، والفيتاسات راه فيها 9 × 2، يعني زايد على الRS100 والRS120. والفوق كاع راه كاينه الاود كام اللي هي الRS520، فيها الفرانات زيت والفيتاسات 2 × 11. انا راه صورت لكم الاخوان حتى بعض الدراجات الهوائيه ديال الاطفال الصغار، بالنسبه للناس اللي مهتمين يشريو دراجه للوليدات، وغادي نخليكم تشوفوا هاد الصور، وفي نفس الوقت غادي نغتنموا الفرصه وغادي نتكلموا على البيكالات اللي ما كاينينش، اللي هما الاس تي 520 حيت كاينه غير 530، والاس تي 540. بالنسبه للاس تي 520 غنقارنوها مع الاس تي 530 اللي شفناها من قبل، فهي ناقصة على الاس تي 530 في لامورتيسور القدام، فيه غير 80 ماشي 100 مليمتر، والفيتاسات فيها 3 في 8، يعني كلاسيك ماشي بحال لا نوفوتي اللي جابو هاد العام 1 × 9. اما بالنسبة للاس تي 540، فباش زايدة على الاس تي 530 زايدة عليها بالفيتاسات، يعني فيها 2 × 9 ماشي 1 × 9، وزايدة عليها بالفران ديسك زيت. كنظن بجوجهم فيهم فران ديسك زيت، يعني زيد عليها بالفيتاسات وبلاكاليتي ديال الكادر. خليكم تشوفوا بعض الدراجات الهوائية ديال الأطفال الصغار وبعض الأكسسوارات الأثمنة ديالهم، اللي باغي ياخد كاسك للوليدات إلى آخره. كاينين بعض الاثمنه حتى ديال لي تروتينات ديال الدراري الصغار، ومن بعد غندوز غنوريكم اثمنه ديال بعض الاكسسوارات ديال الدراجات الهوائيه، بما فيهم الاحذيه والزيوت ديال السلسله الى اخره. اذا بالنسبه للاحذيه راه عندهم جوج لاغام، واحد لاغام شويه زايده فان ريزل هذه واقيلا سميتها، متأكد راه كتبان في الجنب فان ريزل، راه داير 569 ولا 600 درهم، و لاكام اللي قل منها شوية ديال بيتوين داير 430 درهم، كلهم راه بيان سور فيهم لتحت الكالات كي سوبورتيو الكالات. هادو دي زامبيرميابل راه كيكونو ناقصين في الأثمنة فاش كيسخن الحال، دونك اللي خاصها شي وحدة نصحو ياخدها دابا، راه كيكونو بعض المرة ناقصين حتى 50%. ديما في ديكاتلون السلعة الصيف رخيصة في الشتا، والسلعة الشتا رخيصة في الصيف. هذا كرسي ديال الأطفال الصغار تا هو مزيان، راه كنت درت مراجعة لواحد الكرسي يا الإخوان حسن من هذا، حيت الدري ما كيجلسش مورا، كيجلس قدامك وكيشد الكيدون، يعني كيتمتع بالصوغان حسن. رولو ان رايد 100
هو ما ننصحكمش بهذا، كاين الانرايد 500 كنظن احسن منه بزاف زايد عليه. بالنسبة للزيت راه كاين هذا اول ان وان ما بيش، ولكن انا ننصحكم تستعملوا هذا، هذا خاص بالسنسلة ماشي متعدد الاستعمالات، راه داير 39 درهم. المهم الخوت كنتمنى الفيديو يعجبكم، نخليكم مع بعض الصورة وقريب يسالي، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة، ومع السلامة.